بعد تجربتها المريرة من الاستعباد على أيدي داعش لمدة 20 شهرا، استطاعت أن تتحول إلى صوت الحرية، وأصبحت ناشطة عالمية في حقوق المرأة وضحايا الحرب. لمياء حجي بشار من العراق. All for Peace World Youth Forum شرم الشيخ Egypt. إيفارا بخير. أنا ما أعرف عربي زين، بس راح أحكي بالعربية اللي تعلمتها. أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. أنا بنت يزدية، عمري 19 سنة. أنا كنت عاش أنا كنت عايشة بقرية كوتو، منطقة سنجار. والإيزدية أقلية صغيرة مسالمة تعيش من آلاف السنين بالعراق. علاقاتنا مع جيراننا من كل الأديان كانت علاقات محبة واحترام. بعد ما دخل داعش على منطقة سنجار انقلبت بعض العشائر وبايعت داعش. نصف من الإيزدية حاصروهم بالجبل، ونصف منهم أخذوهم. أخذوا النساء سبايا والرجال قتلوهم، وأني هم أخذوني ويا عائلتي. بعدين فرقوني من عائلتي، باعوني إلى سوريا. كان مدينة رقة أكو قاعة كبيرة كان بها آلاف بنات مثلي، مثل السوق. كل واحد يفوت من الدواعش ويختار وحدة، كان يسمونها سوق النخاسة. أني دليت 2 شهر بالسوريا، حاولت الهروب 2 مرات ولكن كانوا يمسكوني، والكل مرة يمسكوني يبيعوني ويعذبوني. باعوني على الموصل، دليت 6 أشهر يم أمير تبع تفخيخ السيارات والعبوات. حاولت الهروب من الموصل 2 مرات ولكن هم فشلت بالهروب. شفت آلاف بنات مثلي وأصغر مني، أطفال كانوا يختصبوهم، والأولاد كانوا يأخذوهم على مقرات التدريب مشان يصيرون دواعش. بعد 7 أشهر حاولت الهروب 5 مرات ولكن انفجرت علينا عبوة أني وصديقاتي. استشهدوا صديقاتي وأنا خرجت بجروح بليغة. قامت المنظمة جسر الجوي الألمانية بمعالجتي في ألمانيا. بعد أن كملت العلاج مالي قررت أن أخرج للعالم وأحكي قصتي وقصة آلاف البنات. حضرت مؤتمرات ولقاءات كثيرة في الاتحاد الأوروبي، وشاركت بكثير من الاجتماعات الدولية في مختلف الدول، لأني أعتقد أن الله أنقذ حياتي حتى أكون صوت لكل امرأة ضحية في كل العالم. ومع الأسف لا يزال 3500 النساء والأطفال الإيزديات بإيد داعش، بينهم أفراد من عائلتي، ولحد هسه المجتمع الدولي ما سوالهم شيء. أنا ما فكرت شي يوم أدخل السياسة وما أفهم من السياسة. كان عمري 15 سنة لما دخل داعش على قريتنا. كان حلمي أكمل دراستي وأصير معلمة،
لأن العلم أهم شيء بالنسبة للعائلة والأطفال والشباب. لكن أنا اليوم أمامكم حتى أوصل رسالة لكل الناس، حتى كل العالم يعرف ويقف ضد الإرهاب والتطرف والقتال، حتى ما تكون المرأة ضحية كبيرة للحروب. كان داعش يكذب على الشباب ويخدعهم ويسول لهم، هم يدخلون الجنة إذا اغتصبوا البنات، لأنهم يعتبرون إذا واحد مو معاهم هو كافر، وكانوا يعتبرون الإيزيدية كفار. مع العلم الإيزيدية أول شعب عرف التوحيد. كان العناصر داعش من كل الدول والقوميات، وأكو منادمات تساعد داعش وتخرب عقل الشباب حتى يركضون خلف الأوهام. لهذا السبب كل العالم مسؤول عن محاربة الإرهاب ومساعدة الضحايا، وكل العالم مقصر بحق الضحايا. أنا اليوم ضحية أقف أمامكم، بس أريد أقول باسم كل الضحايا، نحن مستعدين نبدأ معاكم نبني الجسور السلام والتسامح بين الشعوب، ونفتح أمل جديد للشباب حتى يربط بين كل القوميات والأديان والخير والتفاهم، ونطلب من الدول العالم أن تساعدنا في محاربة الإرهاب والتطرف ومحاسبة المجرمين حتى يعيش العالم بالسلام. هذا حق الضحايا عليكم. أريد أقول حتى نبني السلام مطلوب منا التقارب بين الجميع. نحن الضحايا نقدر أن نسامح، ولكن المعتدي لازم يعترف بجريمته ويحاسب قانونيا، حتى نؤسس ثقافة جديدة للسلام والمحبة ضد العنف والإرهاب والتطرف، ولازم أنتم تسوون مثلنا. وأخيرا رسالتي للشباب في كل أنحاء العالم، أحلامكم كبيرة وتحدياتكم كبيرة، ولكن عزيمتكم أكبر وطاقتكم من أجل البناء والسلام والمحبة أكبر وأكبر. وشكرا مرة ثانية.